قلب وضاء، والعم سيحكي بمساء قصصا تهدينا انوارا. بالصبر نحقق احلام، بالرفق نزين ايام، بالليل نجهز اقلام كي نرسم شمسا ونهارا. لو كنت صغيرا لا تخجل، لو لم تعلم شيئا فاسال، وجمال الروح هو الاجمل، بالحب نصادق اديارا. احترس يا ضياء، كادت تصيبني. لا تخف يا نور، كن شجاعا. ما رأيك في هذا؟ كفى يا ضياء، كف عن اللعب بهذه الألعاب الخطيرة. إنها ألعاب جميلة وليست خطيرة، بل هي عديمة الفائدة وقد تؤذي بها غيرك. هذه حرية شخصية وأنا أحب أن ألعب بها. السلام عليكم، كيف حالكم يا... لا تخف يا عم مصباح، إنها ألعاب نارية. ولكنها أفزعتني يا ضياء. قلت له إنها تؤذي غيره، فقال إنها حرية شخصية. اسمع يا ضياء، كل الفوانيس تعيش مع بعضها في مجتمع واحد، ولا يصح أن نؤذي غيرنا بحجة أنها حرية شخصية. مجتمع واحد؟ لم أفهم ما تقصد يا عم مصباح. وأنا أيضاً لم أفهم. اسمعوا، هل أخبرتكم بحكاية السفينة من قبل؟ لا يا عم مصباح، احكيها لنا يا عم مصباح. نعم، احكيها لنا. إذن فلنصلي على النبي أولاً. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام اتخذ القبطان منير القرار، فأبحر مع مساعده ضي البحار إلى جزيرة التجار. أنزل الشراع يا ضي البحار كي نسرع قليلا لوجهتنا. وما هي وجهتنا أيها القبطان منير؟ أريد أن نذهب إلى جزيرة التجار كي نبيع ما معنا من شموع. حسناً، سأنزل الشراع حالاً. خذونا معكم أيها القبطان، نحن هنا. أيها القبطان، نحن هنا. ما هذا؟ ماذا هناك؟ يبدو أن بعض الفوانيس يحتاج للمساعدة، هيا لنرى ما الأمر. السلام عليكم، هل تحتاجون إلى مساعدة؟ نعم أيها القبطان، نريد فقط أن توصلونا إلى جزيرة التجار حتى نبيع ما معنا من بضاعة. أنا مشكاه، أبيع التحف والقواقع النادرة. وأنا وندا، أبيع الألعاب البحرية. وأنا قنديل، أبيع الأسماك بكل أنواعها، ولكني لم أصطد أي منها اليوم. أنا لست مطمئنة. لا بأس يا ضي البحار، إنهم مجرد صيادين بسطاء، فلنوصلهم في طريقنا إلى جزيرة التجار. على الرحب والسعة، تفضلوا معنا في السفينة. فلتستريحوا في هذه الغرفة أسفل السفينة، وأنا وضي البحار سنكون هنا بالأعلى، ولا تترددوا أن تطلبوا أي شيء تحتاجونه. هل بإمكاننا أن نأكل؟ أنا جائع جدا.
وأنا أيضا جائع جدا. اصمتوا أيها البلهاء، ستفضحوننا من البداية. لا بأس، بالتأكيد سنعد لكم الطعام، هيا لتنزلوا بغرفتكم. وانطلقت بهم السفينة في هدوء وسكينة، والبحارة في الطابق العلوي والصيادون في الطابق السفلي. هيا يا ضي البحار لنكمل أعمالنا، فالجزيرة ما زالت بعيدة. أمرك أيها القبطان منير. أرجو المعذرة. ها؟ هل أستطيع أن أدلي صنارتي في البحر لأصطاد اللؤلؤ والأصداف النادرة؟ وهل نصطاد اللؤلؤ بالصنارة؟ نعم، لدي صنارة مجهزة. بالتأكيد، تفضل اصطاد كما تشاء. وأنا أريد اصطياد السمك. وأنا أريد اصطياد القواقح والنجوم البحرية. ها؟ لا بأس، فليصطاد كل منكم ما يشاء. المرة القادمة سأمسك السمكة من رقبتها كي لا تقفز مرة أخرى في البحر. لن تكون هناك مرة قادمة، لقد أزعجنا أصحاب السفينة جدا، ولن نطلب منهم أي شيء آخر. ولكني أريد اصطياد القواقع والنجوم، أنا لم أصطاد شيئا. وأنا أريد اصطياد السمك، أنا جائع جدا. لدي فكرة. هيا يا ضي البحار لنحضر الطعام، يبدو أن ضيوفنا يشعرون بالجوع. نعم، أرجو أن تمر هذه الرحلة على خير. ماذا تفعلون أيها المجانين؟ انتظر يا ضي البحار، كن هادئا. ماذا تفعلون يا سيد مشكاه؟ أردنا أن نفتح فتحات صغيرة في السفينة لنصطاد منها، بدلا من إزعاجكم بكثرة صعودنا إلى الأعلى. ولكن بهذا ستغرقون السفينة كلها أيها الحمقى. انتظر يا ضي البحار، كن هادئا. ولكن يا سيد مشكاه، هذه الفتحات ستدخل الماء إلى السفينة ونغرق جميعا. لا، إنها فتحات صغيرة للصيد فقط، لن نغرق بسببها. أي ثقب في السفينة سيدخل منه الماء ويغرقنا؟ لا تتعبوا أنفسكم أيها الصيادون، فأنتم لا تسببون لنا أي إزعاج، تستطيعون الصعود إلى الأعلى والاصطياد في أي وقت، اعتبروا أنها سفينتكم. هيا يا ضي البحار لنجهز الطعام. هم
توقفا عن هذه الحماقة، سنغرق جميعا إذا خرقتما السفينة. لا لا، أردنا فقط ألا نوقظكما إذا صعدنا إلى الأعلى، فقررنا أن نفتح الفتحة الصغيرة لكي لا نزعجكما. ليست هناك مشكلة، نحن دائما نستيقظ مبكرا ولا نشعر بأي إزعاج. شكرا لاهتمامكم بنا. مرة أخرى، ألم تفهم خطورة ما تفعل؟ لا يمكن أن نطلب منكما أكثر من هذا، لقد ساعدتمونا بما فيه الكفاية ونحن نسبب لكم الكثير من الإزعاج. لو فتحنا هنا فتحة صغيرة سنصطاد منها بدون أن نسبب لكم أي إزعاج. ولكني أخبرتك أن هذه الفتحة سيدخل منها الماء وتغرق السفينة. إنها فتحة صغيرة، لن تسبب كل هذه المشكلات. لن تحتاج إلى هذا الثقب يا سيد مشكاه. ها؟ لقد وصلنا إلى الجزيرة. ها؟ لقد وصلنا إلى الجزيرة. أشكركم على استضافتكم لنا، وأرجو أن تقبل مني هذه الهدية. شكرا لك على هذه الهدية القيمة، سأحتفظ بها للذكرى الجميلة. وهذه لك يا ضي البحار. شكرا لك، هدية جميلة. وأنا ليس لدي هدية، ولكنني أحبكما جدا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. هل أعجبتكم الحكاية يا فوانيسي الصغيرة؟ نعم يا عم مصباح، الفوانيس تعيش في سفينة واحدة وهي المجتمع. تماماً. وإذا قام أحدهم بفعل خاطئ بالتأكيد سيؤثر على جميع الفوانيس. صحيح. ويجب أن ننصح الفوانيس برفق كي لا تغرق السفينة كلها بمن فيها. أحسنتم يا صغاري، بارك الله فيكم.